نروح للسؤال التاني. فخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوا، فتنهد بروحه وقال: لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية. خلينا هنا نتوقف بس معنى آية نفهمها ومعنى تنهد بروحه وفكرة أن ليه السيد المسيح رفض أن يعطى لهذا الجيل آية. آية يعني معجزة. بالرغم المسيح عمل معجزات كثيرة، لكن القلب العنيد مش مقتنع. هو السؤال ده تسأل المسيح بعد ما كان موكل الناس خبز وسمك بعد معجزة إشباع الجموع. صحيح. طيب عايزين ايه معجزة تاني؟ لا، ورينا معجزة احسن من دي، اقوى من دي. كل ما يعمل لهم معجزة هيطلبوا الاقوى ومش عايزين يقتنعوا. في ناس كده لغاية النهاردة، تبقى الحقيقة واضحة قدامهم زي وضوح نور الشمس، ومع ذلك يقول لك أنا مش مقتنع، أنا مش قابل هذا الكلام. لا، وبعدين ليجربوه، عايزين آية لكي يجرب، مش عشان يأمنوا. بالضبط. هنا بقى عايزين آية فعلا ليجربوه. فتنهد المسيح، التنهد علامة زعل، مرارة، يعني أنا هعمل لكم إيه أكتر من كده عشان تأمنوا؟ ماذا يعمل لكرمي وأنا لم أعمله؟ يعني أكل آلاف من الناس وأجبع جموع، ولكن في الآخر برضو بيسألوا عايزين آية. طب عايزين إيه أكتر من كده؟ شوفي لما يكون أقام لعازر من القبر بعد 4 أيام وبعد أسبوع يصلبه المسيح، يعني إيه تاني كان يعمله المسيح عشان يصدق أنه هو الله الظاهر في الجسد وأنه المخلص وأنه جاي لخدمة البشرية؟ أو العكس، ايه الوحش اللي عمله المسيح يخليهم يرفضوه؟ صحيح. ابغضوني بلا سبب، المزمور بيقول كده، وما زال الحكايه دي موجوده لغايه النهارده. ممكن يكون اب كاهن في كنيسه، انسان طيب القلب وخدم الناس بقلبه وبعينه، وما لم يتوانى لحظه في انه هو يراعي الشعب، لكن لابد في وسط الشعب هيبقى فيه ناس بتعاكس ابونا ومش طايقاه. وهو الحاجة الوحيدة اللي هتعزيه كلمة أبغضوني بلا سبب. صحيح. وكلمة إذا كانوا عملوا كده بالعود الرطب فكم يكون باليابس. فالواحد يقول يا رب أنا مش مستغرب، ما هعملوا فيك كده. صحيح. دي تعزية من عند الله. عشان كده يقول السيد المسيح: طوبى لكم استردوكم عاركم وقالوا فيكم من أجلي كل شر بس كذبين. إيه؟ كذبين. أي. كذبين يعني معناها ما مش فيك الحاجة دي. طب هما بيقولوها ليه؟ أهو نوع من العند ونوع من الكبرياء ونوع من الأوحى. فهنا بيطلبوا آية من المسيح. طب هو المسيح ما بطلش يعمل معجزات. صحيح. أنتوا لسه بتطلبوا آية؟ تنهد المسيح قال لهم أعمل لكم إيه؟ المشكلة في دي يا سيدنا برضو أن هما مسكوا في حاجة، يمكن بسبب التقليد برضو الأعمى بتاعهم، أن هما إزاي التلاميذ يوزعوا الأكل بإيدين غير مغسولة، وإزاي يجمعوا الفضلات وكده، يمكن بصوا للجزئية دي أكتر من بصوا بمفاعيل هي فعلا كده. فعلا أن الإنسان لما يكون مش عايز يصدق، مش عايز يبص الحاجة الوحشة، يبتدي يدعبس ويطلع الحاجة اللي هي تسنده في انه يرفض. عشان كده يقولك تنهد المسيح معناها ايه؟ غلب. اي هنعمل لكم ايه تاني؟ اما حكاية جيل شرير فاسق لا يطلب آية ولا تعطى له آية، لانهم زي ما حضرتك اخدت بالك طلبوا آية ليجربوه. مش هديكم آية، مش هاخد عليكم. زي بالضبط لما جه الشيطان يطلب من المسيح يعمل معجزة يحول الحجارة الخبز، لم يخضع للشيطان. طب ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل، اكيد هتحصل معجزة، مش معجزة الكسر. مش هخضع للشيطان وعمل معجزة علشان ارضيه. المعجزات التي عملها المسيح كانت احتياج الناس وشفقة منه على الجموع، اشفق على انسان أعمى، إنسان أبرس، إنسان مشلول مفلوج، ناس جعانين. لكن مش هو غاوي يعمل زي شغل الحاوي. صحيح. اللي بيعمل معجزات يبهر بها الناس. بعض المعجزات احنا بصدقيني ما كانش قصده كمان يثبت بها لاهوت كمان. هو بيعملها نوع من الطبيعية بالنسبة له. يعني انت لو ماشية ولقيتي طفل بيعيط وهيقع مش هتسنديه؟ صحيح. بس ده طبيعي. فهو ماشي بيعمل معجزات لطبيعته، يخرج منه قوة تشفي الجميع. صحيح.
احنا بعد كده اكتشفنا او فهمنا منها ان هو الله، ما حدش يعمل الحاجات دي غير الله، لكن هو كان بيعملها من اجل خدمة الناس. طيب لما يكون بقى واحد عايز يتفرج، نفس الموقف حصل مع هيرودس الملك اثناء محاكمة المسيح. لما بيلاطس بعت المسيح لهيرودس كان يتوقع يشوف منه معجزة، يعني زي الحاوي الساحر بقى اللي بيعمل حاجة ضحكنا. المسيح ولا رد عليه، أنا مش جاي عشان أبهر الناس بالمعجزات، أنا جاي أخدم الناس بالمعجزة وأخدم الناس بالتعليم وبالخلاص. بالخلاص، وأهم حاجة كانت الخلاص، هو جاي لخلاصنا كلنا. طبعا.